لا بنسجل ان احنا هنروح مندولين نضغط عليهم لتحسين الاوضاع الحاليه تمام هو واحد مندولين نمره 2 الباص ده اشتراك مش هنقول الباص ده لان الباص ده هتلاقي الناس بتركبه غصب عن التكلفة. لا مش قصدي ده هنقول هنمشي ده وهنعمل باص بالاشتراك بجوده احسن محتاجين 250 فرن علشان الباص ده في ثلاث افراد هنا هيجوا مع بعض بس ده يعني ما بتنفق يعني نضرب عليه مش فاهم يعني هيفتح ايوه مش مشكله يعني هو لسه يقول لك لا انا هجيب لك بالظبط في اليوم بيقول لك محتاج 3000 يبقى احنا كده دي هتتقسم على كذا يبقى احنا كده بالظبط هنشوف العدد ايوه يبقى احنا كده الاقتراح ده وهنتبناه على الفيس ومع الناس ومع الكلام اللي هو الاقتراح بتاع الاشتراك ده ان احنا نجيب باص الاساسي اللي هو هيلم معظم الناس اللي هو باص مندولين والميكروباص الابيض فاصفر اللي هو بره اللي هو ده رقم 3 يبقى رقم 1 حضرتك هتتفق مع مندولين عشان تشغل مندولين لازم الباص بتاعنا يقف والا هيخش مش هياخد واحد ويمشي اللي هو ده اللي هو المجاني لازم الباص المجاني يقف لازم تاخد قرار ان توقف الباص المجاني بس مش غلط انا مندولين الساعه 7 لازم نتفق مع مندولين احنا هنروح دلوقتي مندولين نحط اليات الاتفاق الاول مع الباص الثاني اللي هو اللي هيبقى فلوس هيبقى من تاريخ 1/9 تاريخ 1/9 هيتم ايقاف الباص المجاني بالظبط يعني ان احنا نحط الاليات حد تاريخ او عيب بيقول لك يعني على سبيل المثال يوم 2/9 هيبقى هيطلعوا بره مش هيلاقوا الباصات الباص المجاني بس ابناء ايوه ابناء ابناء لازم تكون متدفع مع مديون متدفع على الاشتراك يعني 1/9 انا مش 1/5 هيبقى في باص كذا خمسة مناسب تكون الناس خلاص انتهت لا مثلا بدون مثل بدون 1/5 لسه برضه لغايه يوم كذا بعد رمضان بعد رمضان مثلا بالظبط بعد رمضان هو دايما الحاجات الحلوه تبقى يعني ان احنا بس نبدا ان احنا من بعد رمضان هنبدا يبقى في انا معاك تماما ان بعد رمضان بعد بعد رمضان ويبقى دلوقتي وهيبدا ينزلوا الصفحه عشان دلوقتي احنا بنتكلم دلوقتي احنا بس الفتره الصغيره دي نقعد مع شركات او هشام اللي موجود دلوقتي يجي ونتكلم معاه انت عايز كام واحد عشان كذا هيبقى لا انا عايز مثلا 200 واحد هيبقى الكلام في محورين ان انت تجمع الاشتراكات وتقعد مع الشركات بالظبط احنا دلوقتي انا الجزء العادي بالنقط انا الجزء العادي عشان نجمع الاشتراكات ونضغط على الناس احنا دلوقتي هنطلع نمره واحد مندولين علشان تظبيط المواعيد صح كده؟ لان ده اهم حاجه تظبيط المواعيد مش كله هيدفع صح نمره 2 عندنا الباص ده هنقول له انت هتشتغل معانا محتاجين باص واحد مش هنقدر على الاثنين نبقى باص والله يا باشمهندس ربما مندولين اساسا تعمل لنا عرض كويس جدا ويدخلوا هنا واحنا ما نعرفش ممكن الدنيا تبقى سهله يعني في مشوار بعت لي جدول مواعيد الباصات عندنا شركه مندولين المفروض ان هم هيرد عليها خلال يومين بعد الصيام تمام فانا هتابعهم النهارده هو في نقطه كمان احنا هناخد بعضينا دلوقتي وناخد معانا الاستاذ عبد الرحمن هنستولى عليه ونطلع على مندولين وهنتكلم معاه نجيب احسن ما عندها بالظبط احتاجنا نقعد مع نائب رئيس الجهاز المهندس امين هنخش نقعد مع المهندس امين نائب رئيس الجهاز معك. الكلام مش في التقصير بس هاتك الرحله في مواعيدها كمان لان دي مش مناسبه برضه دي من ضمن البنود دي من ضمن البنود راعي هتبقى قريبه ان مش هينفذ نفس مواعيدك الموجوده بالظبط يعني اقل على الاقل عشان نبقى على الاقل المعيد بالظبط كده في 29 ولا خد بالك يا ست معاك 29 سنه هو بيطلع من هنا تمام ده بالنسبه لي هو معاد واحد بس يبقى 7 لا هو بيطلع من هنا 7 8 يا بيه لا يا فندم عنده معاد 7 من هنا و8 من الحصري بس يا بيه سبعة من الحصري يا بيه 8 من هنا طبعا عنده 7 من هنا 7 من هنا بس هو الحقيقه موجود 7 من هنا احمد احمد مختار محمد حسين انا بتكلم معاك ولا اي حاجه جاهزه على وحده هنا 7 بيجي هنا 7 بيلم ده يا باشا 7 بيجي هنا 8 بعد شهر رمضان لا انا 7 قبل كده من هنا واضح ان الموضوع كده علشان